إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لتلبية الدعوة للحضور لهذه الندوة هذه إن شاء الله، اللي غنتحدث فيها خصيصا على البرنامج المحلي، البرنامج الوطني. تحدث عنه من قبل السيد أمين العام مشكور في وسائل الإعلام المصرية، وهذا البرنامج اللي كيف قلت لكم اللي غنتحدثوا عليه اليوم هو فيما يخص بالبرنامج المحلي. البرنامج ديالنا في اطار تحمل المسؤوليه ديالنا بالمجلس البلدي المقبل ان شاء الله لمدينه القنيطره. طبعا الحال تنفيذ البرنامج هو مرهون بالتولي رئاسه المجلس، باش ما يكونش مقيد عندنا واحد البرنامج وحنا لسنا مسؤولين على تدبير الشان المحلي. المشاكل كاين هنالك ثلاث محاور اساسيه غادي اللي هي عندها ارتباط بالشق الاجتماعي، وهاد المحاور هادو ثلاثه اللي هما خالقين واحد المشكل كبير في مدينه القنيطره، والجامعه ما غيكلفها حتى ريال، تيكلفها التدخل فقط وربط واحد العلاقه ما بين الاداره ما بين المواطن لحل هاد المشاكل هذه كامله. هاد المحاور الثلاث تتجلى اولا في المشكل ديال مدن الصفيح، ثانيا في المشكل ديال الباع المتجولون، ثالثا موضوع ديال الجوطيات بن عباد. وهذا الموضوع هاد المواضيع الثلاث كيف قلت لكم انهم ما عندهمش، يعني ما تيكلفش الجامعه يعني ولا درهم واحد. اللي تيخصو هي الاراده والحوار مع الدخلاء في هذا المرفق هذا. اللي تتحدثوا على مدن الصفيح، هنالك المشكل ديال مدن الصفيح. كيف تتعرفوا كان عندنا واحد البرنامج ديال 2005 مدن بدون صفيح. اليوم حنا في 2021، والخطير في الامر ان اللي تنشوفوا حنا اليوم جل الاراضي اللي هي تابعه للجامعه السلاليه تم اقتناء ديالها من طرف العمران، وحنا تنشوفوا بان الاراضي كلها تقريبا تم التجهيز ديالها واحد 98%، ولكن تنشوفوا بان هذا الموضوع اللي هو من اختصاص مؤسسه العمران يعني غادي في تزايد ماشي غادي في النقصان. الاحصاء ديال 2005 ماشي هو الاحصاء ديال 2021، والبقع اللي كانت فارغه هي اصبحت الان مالئه مجهزه، لانه في الاصل ديال التجهيز ديال الاراضي السلاليه ما يخص من طرف العمران دائما التصميم تيخصو يكون شمل واحد النسبه مئويه كبيره اللي تتخص المدن الصفيح، وانت باقي تيبقى واحد الشق اللي هو تيكون خاص يعني الامور التجاريه باش يديروا واحد ليكيليبر واحد الموازنه بالنسبه لذاك المشروع ككل. ولكن هذا الشيء ما حصل شيء. اليوم تنشوفوا بانه كاين بعض الناس اللي ريبوا ومشاو كراو، وهذا يعني هذا مساله تتحمل فيها المجلس بالدرجه الاولى. علاش؟ لانه هو اللي عطى الامر ديال العمران انها تهدم الناس بلا ما تحفظ الحق ديالهم. اليوم تنشوفوا مجموعه ديال الناس اللي هدموا، وعندهم كاين اللي عنده عام ونص، كاين اللي عنده عامين، وسمعت حسب ما قيل من طرف الناس كاين اللي عنده دابا 5 سنين وباقي ما توصلش بالبقعه ديالو. اذا ملي تيولي كاري راه كاين اللي كاري ب 1000 درهم و 1200 درهم، وهذا امر اللي حنا غادي نحاول ما امكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتفاداه، وقادي نتفاداه، لان التدخل ديال وزاره الاسكان هي دائما تتساعد في هذا الباب هذا. والهدف ديال وزاره الاسكان هي حل معضله مدن الصفيح. تيبقى المجلس هو اللي خصو يقوم بالدور ديالو، وخاصه ان عنده واحد القضيه. مدينه قنيطره هي من اغنى الجامعات في الاراضي السلاليه، ولكن ربما واحد الوقت غادي تصبح من افقر الجامعات، لانه كيف قلت لكم جو الاراضي تم اقتناء ديالها من طرف العمران، وما تحلش المشاكل هذه، ما تحلاتش شيء، ما تخاتش شيء، ما تعطاتهاش واحد الجديه في حل المعضله هذه، المعضله هذه ديال 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 مدن الصفيح. الباعة المتجولون اللي كيف تنشوفوا الاسواق النموذجيه، الاسواق النموذجيه للاسف تيهللوا بانه داروا واحد 20 25، ولكن الفائده في الاستغلال ديالها. ها هما الاسواق النموذجيه دارت، ولكن الاستغلال ما كاينش الا قليل جدا. جل الاسواق النموذجيه هي الان فارغه، والباعة المتجولين هما لا زالوا في اماكنهم هذه منذ 14 سنه ولا 15 سنه. باش ما نقولش ان هذا المجلس ملي دخل الغمار فاش دخل المسؤوليه كانت تعطات وعود على انه غيتم التغلب على مجموعه هاد الامور هذه، وحنا مرات دابا 12 سنه الا تنتسالوا في المدينه ديالنا اسواق نموذجيه كاينه ولكن غير مستغله. اذا فيما يخص حنا التفكير ديالنا في هذا الامر هذا، هو اولا خصك تكون اسواق مفتوحه، اسواق يعني اسواق في المستوى، ما نحسبوش حنا الاسواق النموذجيه بهذا الشكل ديال هونغار ديال القصدير وداك الشيء. وهذا اليوم كاين الحمد لله مجموعه ديال الاسواق اللي هي غير مشغله، ولكن الا تم بانه الاصل ديال هذا المشروع هذا اقتصادي هو ان المساهمه ديال المستفيدين، والمستفيدين هما تيأديو واحد المبلغ ديال القيمه ديال المشروع، الارض مجانا والقيمه ديال المشروع تيخلصوها اصحاب يعني المستفيدين، وبالتالي هذه الجماعه تيبقى غير التأطير ديال هذه المساله هذه.
لانه بالنسبه مادام ان الامر ما تيكلفكش اعتمادات ماليه، تيخص واحد 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 حوار جدي ما بين المستفيدين وما بين السلطات المحليه في اطار حل هذه المعضله هذه. ولانه اليوم اللي تيصعب هو انك تقدم واحد المشروع اللي غادي يكلف واحد الاموال طائله، لكن ما دام ان المستفيد مستعد يخلص ملي غتعطيه واحد المحل ديال 20 متر مربع وتقول له 2000 درهم ب 40000 درهم والسوق غادي يملكوا، غادي على اصبح ملكوا، اكيد انه جميع المواطنين غادي يمشيوا معك. يعني تعطيه الثمن ديال القيمه ديال المشروع، ما تيكونش هامش ديال الربح. ولكن اليوم تنشوفوا الاسواق النموذجيه اللي دات في هذا المجلس هذا، تناخذوا حنا حانوت، ماشي حانوت يعني واش نسميه، فيه 2 متر على 2 4 متر مربع، وتيخلصوا السيد ب 2 مليون و 40000 ريال، بمعنى مقابل واحد 5000 ولا 6000 درهم المتر. ومع ذلك تبقى استغلال مؤقت ماشي رسمي، لان مثلا الاسواق اللي درت بها زهران اللي تتخلص الان بجوج في المحال مليون و 20000 ريال واحد، هو اولا مؤقت، ثانيا تيتقاضاه يعني المستفيد بواحد 5000 درهم المتر مربع. 5000 درهم المتر مربع راه ثمن بارطما ملك، ماشي غادي ناخذوا حنا المحل. وللاسف الشديد انه تندخلوا جوج يعني مشاركين في هذاك المحل باش تخلق واحد الفتنه ما بين القنيطريين. وراه اليوم راه كاين واحد التصدع داخل المحلات تمايا، لان لا يعقل ان واحد الانسان اللي مره الخوت ما تيتلاقاو شيء على باش تجيب واحد جوج الناس تجيبهم تدخلهم في واحد المحل، واحد باغي يدير الثوم واحد باغي يدير الخضره، ما عرفتش كيفاش غادي يتفاهموا. واليوم تنشوفوا جوج الاسواق اللي هي دات في بيران زهران كلها مسدوده، واستغلال ولا لوطروطوار والشانطي، الناس ما كرهتش تدخل المحلات ديالها، ولكن ذاك المحل ما يمكنش يدخل له، لان يستحيل هو كشخص بوحده الا جلس في فاصله غادي يخرج منه بلا سلعه، هاي الا دخل له السلعه. اذا الكيفيه باش يعني حنا كنا درنا هذاك الموضوع ديال الخبازه، وكاين اللي تينتقدوا وكاين اللي تيقول لي غوانتامو، ولكن الحمد لله كلهم خدامين وخدامين في المحلات ديالهم، يعني المشروع راه خدام. ولكن حنا ما راضيينش على هذاك الوضع وديك الطريقه باش ما نقولوش شيء، ولكن الاساسي انه خدام دابا تقريبا 14 سنه والناس مستغلينه. وراه يعني فيما يخص النقطه الثالثه وهي نزاع قائم حول جوطيه بن عباد. جوطيه بن عباد الكل تيعرف انه المجلس البلدي، غادي نقول المجلس البلدي مشكور عطاه هذيك الارض بالمجان، عطاها المجان على اساس انه يعني داوي الناس اللي كانوا مفراشه في ديك المحل ديال بن عباد غانهم غادي يستافدوا محلات تجاريه مملكه. اذا هذا تنقول هذه خطوه، هذه هي الخطوه اللي كان خصو يتمشى فيها المجلس. لكن للاسف انت تعطي واحد الارض بالمجان، تيبقى المجلس هو شريك الى نهايه الورش، تيبقى حريص على تنفيذ الورش، لكن كاين واحد النيه مبيته تما بحيث انه غادي نعطي واحد الارض العضو تابع ليا في المجلس، هذا بعدا خرق قانون سافر، هذا بوحده. مع ذلك لو كان غير تنفذ المشروع بالشكل اللي كان خصو يتنفذ، كنا غنقولوا ودي رغم هذاك الشيء كامل يمكن السيد نجح في العمليه ديالو. ولكن للاسف الشديد اليوم الارض تعطات بالمجان وتقسمت على النص، وتعطات لا مال لوفي، لانه كاين واحد البوند كان خاص فيما يخص هذيك البوند اللي هو ديال التفويت، فيه واحد البوند على انه هذيك الارض ما يمكن لها تتملك الا بعد تنفيذ المشروع. ولكن العقده اللي تقدمت للمحافظه تحيد من هذاك البوند وتعطات لا مال لوفي باش معني بالامر باع النص ديال القطعه ب 10 مليون ديال الدرهم، اي مليار ديال الفرنك، والمستفيدين دفعوا 9 مليون ديال الدرهم و500. وهذاك المشروع حسب الخبره اللي دارت وحسب اي منعش عقاري غادي نسولوه ما تيتعداش 450 مليون. اليوم تنتسائلوا السؤال الاول هو فين هذا المليار و500 مليون؟ هذه هي الارقام اللي خصنا نتكلموا عليها، اللي غادي نتكلموا على الفساد ونتكلموا على امور. هذه ارقام، هذا مجرد سؤال، حيت المتهم قال لك تيبقى متهم حتى تثبت الادانه ديالو، ما تنجمش تتهموا الناس. اليوم خصنا هذاك المليار و500 مليون، غير اليوم اللي غادي نتكلم هذا المجلس الحالي اللي بغى يتكلم خصو يتكلم بالحجج وبالدلائل. غادي نجيب وثائق ونقول له ودي على الاقل هذاك الحساب البنكي ديال بن عباد اللي هو شتلت واحد الضجه كبيره، ورئيس المجلس من حقه يطالب جميع الحسابات البنكيه ديال الجمعيات اللي تستفاد من الجماعه، من حقه يحاسبها ومن حقه يراقبها. اذا على الاقل حنا غير هذاك المليار اللي تخدم من البنكة كقرض، يجي الرئيس وجبدنا لوفي ديال الجمعيه وقلنا هذا المليار ها فين تصرف، او لها 900 مليون ديال هاد الناس ها فين دخلت ومنين خرجت. حنا الاطار ديال الحساب البنكي ما كاينش. اليوم الناس تيستافدوا على انه الارض مرهونه، المحلات مرهونين، فلوسهم ما كايناش. اذا هذا المليار و500 مليون و 900 مليون غنقولوا حنا مشروع تيتقابل 450 تيتقابل 900، فينا هو المليار؟ على الاقل كون كان المليار اليوم
راه تخلص البنكة وغتحرر هذيك الأرض ويبدا المشروع من جديد. ولكن للأسف الشديد أنه المشروع بقى مرهون. وشكون اللي رهنوا؟ الرئيس ديال الجمعية باع النص ديال الأرض وتيضمن صاحب المشروع. أنا عمري ما شفت هذا. أنا غادي نبيع لك الأرض وغنتخلص منك وغنعطيك وغنضمنك. مادام راه تضمنو أنت، ضمن أنت وخذ الفلوس أنتيا وحط ما تبيعش ديك الأرض كاع. رهن ديك الأرض مقابل واحد المليار وتبقى الأرض سميت الجمعية وهي اللي واخذة هذاك القرض إلى حين يرجع. ولكن للأسف أنه هو ضامنها، وهنا باش البنكة شداتها وحفظتها. وحتى هذا راه فيه واحد الخطأ ديال البنك، لأن تعرفوا حنا البنك ما تعطيش الفلوس تدخل الملك في الاسم ديالها، هي عطات الفلوس بلا ما تدخل الملك في الاسم ديالها. وهذا كاين فيه واحد المدخل فين يمكن نفكوا هذا المشكل هذا، لأنه ما دام البنك أنه ما رهنتش هذاك التيتر في سميتها، باقي في سميت الجمعية، لأنه العملية ما تمت شيء، الوثيقة اللي كنعطى الرئيس ديال القسمة ما دارت شيء، والتصميم ديال القسمة ما دارش شيء. إضافة إلى ذلك القنيطريين كلهم تيعرفوا القيمة ديال الأرض في بن عباد تما 10,000 درهم المتر، 3,000 متر جات 3 مليار وباعوها بمليار. هذه الأمور هذه كلها يعني أنا تنتسائل كيفاش هذه الأمور هذه كلها، المقاول في الحبس، رئيس الجمعية في الحبس، ولكن صاحب الأصل اللي عطى المشروع راه هو اللي كان خصو يكون هو الأول صنباق. لأنه راه ما يمكنش قالت أنت تكون واحد المجموعة راه تيكون رئيس ديالها، والرئيس ديالها هو الأول. لأنه لا يعقل أنه غادي عندي ذوك الجوج واللي عطى الأرض بالمجان وسهل العملية أنه باش يوقع هذه المشاكل هذه كلها، والأرض ماشي ديالو، ديال الدولة، ديال الجماعة، يعني تنازل عليها، وبالتالي ملي وقع هذا الإشكال كله ما درتيش وسائل الضبط باش أنك يمكنك ترجع الأرض ديالك. هذا تيتحمل المسؤولية ديال الأولى والأخيرة ديال رئيس المجلس، ماشي ديال رئيس الجمعية. رئيس الجمعية ما هو إلا مواطن عادي عرض عليه الرئيس وعرض عليه قطعة. أي واحد فينا عرض عليه الرئيس شي قطعة غادي ياخذها ويدير فيها مشروع ديالو، يدير الأصل ديال المشكل وهو الرئيس. حنا هذه المشاكل الثلاث كيف ما قلت لكم ما تيكلفش الجامعة ولا درهم واحد. اللي تيكلفها هي يعني الاتصالات والنقاش والحوار والطلب ديال الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، هذو كلهم تيمدوا يد العون لجميع الجامعات اللي تتقدم برنامج في المستوى، برنامج اجتماعي. واليوم الدولة لا بد ما تنكب، احنا الأساس خص المواطن بالدرجة الأولى. عاد لافراستركتور، راه اليوم اللي تنتكلم على لافراستركتور البنية التحتية ونخليو المواطن في هذه الوضعية هذه، راه بحال تكب الماء في التراب. راه ما يمكنش انت تدير واحد الجمالية ولكن عندك واحد العمق. قنيطرة اليوم من غير القلب ديالها لابيريفيري كلها يعني واحد في واحد الوضعية اللي هي تدق واحد ناقوس الخطر. حنا الا خدينا مدينة قنيطرة، راه الا خدينا السي الطيبي مع عين السبع، مع درامي ولا دنبارك، عين السبع، الوافة، مخاخصة، هاد المناطق كلها راه هي المحيط ديال قنيطرة، والمحيط ديال قنيطرة لا يشرف مدينة قنيطرة، وبالتالي لا يجب الانكباب عليه بواحد الشكل كبير. وتنفيذ هذه البرامج هذه كلها عندها ارتباط بواحد المسألة أساسية. رئيس المجلس ما تيعملش الإدارة، تكونوا واضحين. الإدارة عندها مواليها. الإدارة عندها الناس ديالها اللي هما يا يعني سابقين المجلس وسابقين المجالس. حنا كنا تنديروا الثقة في رؤساء المصالح ديالنا، تنديروا الثقة في الموظفين ديالنا، هما اللي تيسيروا الإدارة. الدور ديال المنتخب وهو تنمية المداخيل والسهر على تنفيذ مثل هذه المشاريع هذه في إطار الاتصالات وما إلى ذلك. أما باش يبقى يشد الرئيس الإدارة ويشد هذه الأمور هذه كلها، لابد أنت بغيت تدي كل شيء، لابد واحد القاس، واحد الشق تيضيع عليك من يدك.